12 جويلية اللي فات، وسط تخوف العاملين في القطاع من إمكانية مزيد توسع رقعة المرض هذا اللي تم التفطن ليه ببعض الوحات مع انطلاق موسم حماية صابة التمور العام الماضي. وفي تفاعل مع الأحداث هذه، أكد مسؤولون أنه في إطار الخطة الوطنية لمقاومة مرض تيب السعف النخيل تم توفير 2500 لتر من الدواء والشروع منذ مطلع شهر جويلية اللي فات في إنجاز حملة مداوات بكافة وحات الجهة من أجل التصدي للمرض هذا، إلا أنه أمام محدودية إمكانيات المندوبية الجهوية فقد تم التوجه نحو إنجاز أيام حقلية بعدد من الوحات بكافة معتدية الولاية تتمثل في تجارب ميدانية لعملية المداوات وتساعد في الوقوف على أبرز الصعوبات اللوجستية والفنية اللي تعترض العملية هذه قصد تذليلها. هذا بالإضافة إلى تمكين كل معتمدية من 350 لتر من الدواء في انتظار وصول كافة الكميات المبرمجة للولاية في إطار الخطة الوطنية لمقاومة المرض. وتم تأجيل عملية المداوات الشاملة إلى ما بعد الفروق من جل إصابة الموسم الحالي نظرا لكونه لا ينصح بالقيام بهذه العملية مع توجه ثمار نحو النضج. ويذكر أنه تيبس النخيل وتتمثل أعراضه في تغير مفاجئ وسريع في لون صعف النخيل وتحولها إلى لون الأصفر وكأنها محروقة، ومازال إلى اليوم يمثل إشكال كبير بالنسبة لفلاح الجهة اللي يطلق في كل مرة صيحة فزع لتدخل الجهة الرسمية وحماية مورد رزقه. احنا اكثر تفاصيل يحضر معنا توفيق تومي كاتب عمل الاتحاد الجهوي للفلاحه بقولي مرحبا بك. مرحبا بك ومرحبا بمشاهدي قناه نسمه وخاصه الفلاحين منهم اللي هم قاعدين على الميدان ينتجوا في غذاء الشعب التونسي. مرحبا بك. اذا خلينا نفهموا الوضعيه. انت اخر مره كنت حاضر معنا نهار 4 جويلية كنت حكيت على الحاله والوضعيه في الواحات هناك في قبلي، حكينا على المرض هذايا، حكينا ايضا على الدواء اللي مش بالكميه الكافيه، لكن انطلقت كمان بعد 4 جويلية حملات المداوات. اليوم تتوقف مره اخرى ويظهر ثم تهديدات كبيرة للواحات ولصابة التمور بقبلي. نفهم منك تفاصيل الوضعية هناك وعلاش اسكو الدواء ماهوش متوفر بالكميات الكافية، علاش وقفت في الشطر حملة المداوات. هي في الواقع مش توقفت في الشطر، هي توقفت في البداية. في البداية انطلقت معناها بانطلاقة محتشمة باعتبار أن كانت العملية هي كان عملية تجربة باش نقوموا بها واللي كان المفروض نقوموا بها من السنة الفارطة وباش على الأقل ناخذوا نتائج، ولكن أمام ضغط الفلاحين في الجهة باعتبار أن كما ذكرتي معناها الواحة أصبحت مهددة باعتبارها هي مورد الأساسي للمواطنين في المنطقة ذيك، انطلقت في كل معتمدية تجربة نموذجية حتى أن نشوفوا معناها شنو النتائج متاعها، ولكن للأسف معناها كانت تجربة محتشمة ولي كي نقول حب نقول تسكيت الفلاحين. هانا عملنا تدخل تجربة ناجحة ولا ما زلنا ما قيمناش هي ناجحة شو مفعولها على الشجرة. هي كما ذكرت الأخت هي بعد 4 جويلية عملنا تجربة في كل معتمدية وقع المدوات في مقسم واحد ما زالت ما تعطيش أكلها باعتبار هذا علشان ذكرت حقها المفروض تدخل مش وقفوا لي أنا مشاكين في جدول لا باعتبار أول شيء ساعة الكميات متاع الدواء المتوفرة غير كافية للواحة الكل وثم مشكلة إذا كان باش نعطوا بعض واحات ونخلوا واحات أخرى. لا في النموذج ما هو مستعمل نموذج. أي. أنت تعمل تريتمون تاع بالمي تاع واحدة شجرة. أي. المفعول نتاع هو وقف المرض ما وقفش. لا ما هو حتى كان باش يوقف المرض ما وقفش في فترة زمنية. يلزم مدة طويلة. هو أعطينا فسر لنا رجعنا. شنو هي الظاهرة هذه بتاع تيبس النخيل؟ تيبس تاع النخيل هو بطبيعته نخل يبس جريد عندنا كل عام الطور نتاع الجريد هذاك نشوفه أخضر كل عام بالموسم يقع معناها تيبس كمية معينة معتادة من الجريد بشكل طبيعي تشيح ونسموها جريد لأن هي تبدا جريدة خضراء وجريدة اليابسة. لكن في السنوات الفارطة الزوزة ضومة الكميات اللي يبست كميات كبيرة ثم التيبس غير طبيعي باعتبار الجريدة كي تشدها تكسر. الأسباب؟ الأسباب هو المرض الفطريات حسب ما يقولوا الخيال الباحثين تو أكدتوا أنتم أنه ثم مرض طبيعي. فطريات قاعد يصيب في النخل قاعد وللأسف أن ثم دول أخرى عندها نفس المنتوج تاع النخيل المفروض نستأنسوا بتجاربها وقامت بتجارب لكن احنا ديما تحاليلنا احنا أنت آخر مرة كي جيت بحذايا قلت لك ثم تحاليل أنكوغ باش نجموا نفهموا أكثر طبيعة المرض هذايا وطبيعة الفطريات هذه ما نعرفش أول مرة يظهر لي تدخل تونس أول مرة تدخل تونس التحاليل وين وصلت إلى حدا التحاليل هم يقولوا فطريات باعتبار تقلب المناخ أول شيء في تقلب المناخ وثاني شيء ثم هذه فطريات ناتجه من الفلاحه تحت البيوت المحميه باعتبار هي دي مهدده بفطريات اخرى تنعكس سلبا على الواحات، ولكن هذا كل في الواقع غير مقنع بالنسبه للفلاحين باعتبارها البيوت المحميه موجوده من زمان والفطريات هذه تنجم تكون موجوده، لكن ثم اسباب غير واضحه. وللاسف اني كما ذكرت الفلاحين الحمد لله ان في الاطار البشري عندنا الدول الاخرى متقدمه علينا هنا نعالجوا في الامراض البشريه باعتبار هم عندهم، لكن للاسف النخل هذا مش موجود في الدول المتقدمه، لك علاش احنا قاعدين نعانوا في الامراض هذه ما جيناش لحد الان.
هو يقول قايل اللي الفطريات هذه تتواصل مخاوف منها في وقت الرطوبة أكثر، لكن شفنا احنا توا من منذ بداية الصيف ارتفاع لدرجات الحرارة، والارتفاع الحراري يساهم في التوقف النسبي لانتشار المرض هذايا. صار على الأقل انتم يعني المرض ماهوش ماشي وقاعد ينتشر، لا الحمد لله، في بلاصة معينة في منسوب معين، الحمد لله أنه هو تو يظهر بحكم أن هي الأمراض هذه متأتية بطبيعة الحال من منها من ربي، ولكن لاحظنا الفترة الأخيرة ثم تراجع ممكن باعتبار ارتفاع درجات الحرارة، ممكن بطبيعة الحال كل فطريات وكل جراثيم نجم الحرارة عندها تأثير عليه، فبالتالي ثم لاحظنا على مستوى النخلة ثم تراجع. والناحية أخرى احنا كفلاحين باعتبار أن تو حتى عملية التدخل على النخلة كما تعرف وراءنا نحن تو في فترة حماية الصابة من الأمطار، والدواء هذا يقع خليطة مع الماء، حينئذ غير ممكن باش اليوم ندخلوا على النخله باعتبارها فيها ثمار، ما عادش نجم ندخلوا على فتره هذه تبسر التمره، نقولوا احنا تبسر البلحه، ما عادش نجم ندخلوا بالسوائل، فبالتالي مضطرين ان ناخروا العمليه، لكن هذا ما يمنعش انك ناخروا العمليه. هي العمليه اثرتش على الصابه نتاع السنه بلي توفيق عندنا نعرفوا بالضبط. والله لا، بالنسبه للتاثير ما فماش تاثير. الحمد لله. الحمد لله، لا ما فماش تاثير. الجوده نتاع لا لا ما فماش تاثير في لا في الجوده ولا في الصابه. ثم نقص صحيح في الصابه هذه السنه. على مستوى الكمية مش بفعل لا مش بفعل عوامل أخرى، لكن طبيعة الحال ثم بعض نخيل اللي هو تمس بالأمراض هذه ما ولدش بكل ما جابش المنتوج، ثم بعض نخيل يعني ثم الشجرة تصاب بالفطريات هذه ما عاش تولد ما تولدش، ثم عندنا بعض نماذج في واحات أن هي تصابت بدرجات متفاوتة كبيرة وما وقعش معناها أنتم متأكدين السبب يعني هي هي طبيعي باعتبار تشوف طبيعة الحال ما نقعدوش زاد أي لا لا باعتبار النخلة كي تشوفها مادام يبست وكلش معناها قاعد كان القلب نتاعها حي طبيعة الحال غير قادرة تنتج الثمار. 12000 هكتار اللي تمسوا اللي حكيت لنا عليهم اخر مره بقى هو نفسه المتخاج لا 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 المساحه هذه ولا تراجعت شويه؟ لا المساحه بالعكس المساحه زادت زادت لا تو زادت على الاقل 20000 هكتار بالنسبه للمناطق هذه، وحتى لو خيان تو يقولوا في منطقه طوزر معناها في جريد ممكن نوصلهم باعتبار اذا تنقل الفطريات هذه اخيرا بعد ما اثرنا احنا الموضوع في قبلي، ثم شكون اتصل بينا من الولايه المجاوره ويقول ان هذا الامراض هذه اي وزاره الفلاحه كيف ردت الفعل؟ لم ترد. شوف المشكله في وزاره الفلاحه وفي الحكومه صفة عامة لا هي في فرواحة ومش عارفين رواحهم يقعدوا ولا يمشوا. ها هو المندوبية الجهوية للفلاحة تقول لك عندنا خطة وطنية لمقاومة المرض هذا، ويقول تم توفير 25000 او 2500 لتر من الدواء، وايضا تم تمكين كل معتمدية من 350 لتر في الدواء من الدواء هذا في انتظار وصول بقية الكميات الى بقية المعتمدية. خلينا نعطيك الاستراتيجية، احنا كنا كانت ثم احداث لجنة وطنية على مستوى وزارة الفلاحة. لما اصبحت اللجنة هذه غير قادرة على ايجاد الحلول رجعوا المشكلة للجهة المندوبية. هل إذا كان وزارة الفلاحة ما قدرتش باش تعمل حل وتوفر الأدوية، هل المطالبة باش مندوبية الفلاحة اللي هي في مستوى جهة وأقل عندهم أدوية؟ لا 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 حاجة أخرى لا لا تم تأجيل عملية المدوات بعد موسم الجني. هاو المطروح تو المطروح احنا باش نوفروا 60000 لتر من الدواء، وفرنا 2500 هما 2500 لتر مانيش معقول شجرة برك قداش تستهلك يعني لتر نص لتر ربع كيفاش هو تو يخلطوا فيه بالنسبه للتر نتاع الدواء ب 100 لتر ماء معناها حوالي نصف لتر بالنسبه للنخله ولكن احنا باش هو تو حتى في تقديراتهم غلطه لان يمشوا يحسبوا لك على الهكتار وفي كل شيء ديما يحسبوا على الهكتار علاش انهم عندهم في المفهوم تاعهم ديما القمح والشعير راهو ما نحسبوش على الهكتار بالدواء نحسبوا على البي على النخله لانك انت باش تداوي النخله ماكش باش تداوي ارض ثم فلاحين الاراضي نتاعهم ما جابتش جمله واحده يختلف من 100 ل 150 انت والبلانتاسيون نتاع الشجره حينئذ انت مادام شوف احنا على الاقل علميا ديما نقولوا كي ننطلقوا من معطيات غلط راه وصلنا الى نتائج غلط وهذا علاش وضعنا الكل غير صحيح لا بك صعبت لا والله ما لا لا 2500 لتر ما تعمل شيء 2500 لتر ما تعمل هو علاش وقع توفير هضم وعلاش توقفت العمليه لان حتى المندوبيه الفلاحه يقول لك باش نعطي 2500 لتر هضم لشكون باش نعطيهم شكون باش يخلي بلاش؟ هي هوني وزارة الفلاحة أو المندوبية الجهوية للفلاحة يقول لك احنا تم تأجيل عملية المداوات إلى ما بعد لا. موسم الجني لأنه يأثر لأنه لا لا المداوات لا لا هو تزامن لا لا لأنه تزامن مع عملية هو الجني باش تأثر على الصابة هو ما تدخلناش في الفترة اللي لازم ندخلوا فيها في الصيف وخرنا التدخل نتاعنا بطبيعتنا لقينا رواحنا في الموسم مش الموسم وقتها يفر كان في اخر ديسمبر وفي في جام في بالنسبه للموسم ما جاوبتش على سؤالي ثم فلاحين يعني الصابه نتاعهم الكل تضرت وما اثمروش ثم بعض فلاحين ثم بعض فلاحين طالبين باش يدخلوا تو باعتبار كما ذكرت ثم حالات نخل ما فيش غله حينئذ علاش ما يدخلش تو في الحاله هذه نجم يدخل نجم يدخل لكن اليوم كما ذكرت لك باعتبار كميه الادويه غير موجوده على مستوى السوق الوطنيه اللي يلقوه في السوق هما تو حسب يقولوا لقينا 2500 لتر نعطيهم
هذوما يستفيدوا بهم والاخرين يستفيدوا. ما هو لكن باش اذا كان باش تعطي انت العدد طلب عندك اكثر من لازم، شكون باش تعطيك شكون باش تخلي؟ نموتوا كله مع بعضنا نعطيوا جماعه. ما هو المشكله مش كان في الدواء يا خليفه، المشكله ان كما ذكرت في البرنامج المره فاتت هذاكم قلت لكم راهي هذه اشكال وطني، وراهم النجم راهو 40,000 هكتار باش يدخلوا، مش سهل مستوى امكانيات وزاره الفلاحه. واليوم نحكوا على الامن الغذائي راهو ما ثماش 40,000 هكتار كلهم مضرورين 40,000 اي لكن ما تدخلش فيهم لان ثم بريفونتيف العمليه السباقيه اللي بعد الموسم هذوك اي لا ما تفهمين بعد الموسم لكن مش الفائده ان نحضروا الدواء، راه الدواء فيه تجهيزات وفي بشر وفي كذا. احنا جينا شدينا كان وين المصلين خلينا جبنا كان الدواء وقلنا هو جبنا الدواء، الدواء راه اللي يكلف شيء حتى الفلاح نجم ياخذ الدواء، مش مشكله في الدواء. المشكله الناحيه الثانيه خاصه كي نعرف قبل نسبه الملكيه فيها 4 هكتار على الفلاح. اذا كان هالفلاح هذايا وتوها نحكوا في الموسم هذايا يتدخل 4 مرات على النخله، واليوم اصبح الفلاح باش يسلموا حتى في المقاسم تاعهم راهو مصاريف ويصرفوا على حساب العائله كما ذكرتوا انتم تو نشوفوا النشر في البرنامج الاقتصادي ان راه الفلاح في قبل قاعد يصرف على النخله من مصاريف العائله. يتدخل عليها في تذكير الصابة، في تعديل الصابة، في تغليف الصابة اليوم، لأن عندنا مشكلة أخرى اليوم زيادة على المشكلة الأول نتاع نحكوا على تو محمية الصابة ولا أنا اللي حاب نجي تو أكبر مشكلة مغلفينها على الشكاوى وعلى أمطار الرعدية. تو خرجنا من المشكلة نتاع التيبس، تو عندنا مشكلة في قبلي هي عدم وجود وسائل حماية الصابة من الدود الناموسية. الناموسية اليوم مفقودة، واليوم الناس معناها احتجاجات في الجهة شو مفقودة؟ مفقودة غير موجودة، لم تتوفرها الدولة. هذيك اللي عملوا وفرت جزء، لكن العملية أن الكمية دي من وفرها غير كافية. إحنا تعرفش نوفر وتو عملنا سابة وصدرنا والكمية لا, لا لا دي ما تعرف هذه بأرقام موجودة من مجمع الغلال ووزارة الفلاحة قاعدين نحمو كان في 4 أصابع، والمجهود الآخر قاعد يعمل فيه الفلاح يستعمل في الأدوات اللي عملها السنة الفارطة قبل السنة الفارطة باش يحمي به، واليوم الفلاح في قبل يدوروا من نقطة لنقطة باش يحوم على الناموسية مش موجودة. وهذا نهار السبت برك عملنا جسم وأشرف عليها والي الجهة أنها ثم سوء توزيع الناموسية على مستوى الفلاحين. اليوم الفلاح قاعد يلوج، اليوم اصبح الفلاح احرص واحد على الصابه لانه هو كي نحكي يلزم بس بها مصلحه اي لكن لا لكن حتى بالنسبه الدولة. للفلاحه اللي قلت لي ثم اثناء الواحات نتاعهم ما جابتش حتى كعبه دقله، شنو هو الحل؟ ما تروح ليهم شي يقعدوا مكتفين يديهم؟ هو المفروض عملنا صندوق الجوائح في تونس، ولكن لحد الان الصندوق هذا زاد لم يقع التفعيل نتاعه حتى على المستويات الاخرى. اليوم تونس كلها تشكي في كل القطاعات، لم يوفى عليه لم يوفى عليه اللي نحن الدوله وما تمش تفعيل لا ما ثم حتى شيء في كل مجال نفس القصه. شوف سي شوف خويا احنا باش نعطيك مثال مقاربه، اليوم بكري تحكوا على الامطار واللي المفروض راهي ثم اولويات الاستثمار الاستراتيجيات في الاستثمار. اليوم المطر ما عندكش فيها يد، انت لما تجيك في عام ممطر لازم تستغلها تعطيها اولويه في الاستثمار، كل المياه هذه تستغلها مش تمشي البحر، لان الطبقه المائيه راهي باش في تونس باش تنضب. ولكن اليوم في الجهه نعطيك مثال في قبلي اللي انتم اليوم عندكم الغاز الطبيعي في المنازل، احنا زياده على الدبوزه اللي عندنا في الدار بدينا نعملوا في الدبوزه في الغابه لان نضخوا في الماء بالغاز، والغاز مفقود في الجنوب كامل ما تلقاش إيه تاع غاز اللي هو باش نجم نعملوا به. شنو تو سكرت الجنوب كله؟ لا سكرت هذا هو هذا الواقع هذا الواقع يعيش فيه المواطن. هذا اليوم مشكل بنزين توا في الجنوب، بنزين موجود ما ثمش هذا، لكن نحكي كفلاحين اللي نستغلوا في الغاز اللي هو اقل كلفه. ما هو الكيوسك الغاز ما ثماش تمشي أنا نعطيك، أنا كفلاح تو عندي مضخة تمشي بالغاز إلا اضطريت نستعمل في دبوس الغاز، وأصبحت عندي دبوزة في الدار ودبوزة في الغابة. أنتم ما عندكمش دبوزة خلاص، إحنا عندنا زوز دبابز إحنا مش دبوزة واحدة، لأن وهذا يروا مجهودات فنية عملوها بعضك التقنيين الصغار كيفاش بدلوا وكان تشوفوها هذه راهي تجربة. هذه المشكلة تونس ما توظفش اليوم التجارب نتاع مواطنيها اللي قادرين باش يبدعوا. لو عندكم أزمة في الغاز وعندنا أزمة في الناموسية وعندك أزمة في الناموسية والتيبس يعني الناموسية ثم معامل مختصة لا الناموسية لا هذه الناموسية نوردوها من الصين عم نول جبنا 2.5 مليون سنين المجمع طور العدد شوي وهذا ناخذوه من صندوق حمايه جوده التمور ناخذوا الاقوى نستوردوا فيه من الصين المنبل ناخذوه فيه من الصين تصور انت الناموسيه ناخذوها من الصين